بتقول الأفلاك لمواليد القوس بالأسبوع الثاني من شهر كانون الأول ديسمبر، يعني من 8 إلى 15. بتقول أنه لازم تنطلق، وأنت منطلق ابتداء من تاريخ 6، يعني ابتداء من التنين 6، لإنجاز عملية حسابية ووضع جدول لكل النفقات. هيدا الجدول وهالعمليات بتتم بين التنين 6 واليوم الخميس 9، يعني هالفترة مناسبة جدا لكل الشؤون المادية والاستثمارية، بيدعمك كوكب مارس. بس الفلك بيدعيك كمان للتأني والعمل من ضمن فريق متخصص وبدون ارتجال بين الجمعة 10 والسبت 11. هاليومين معاكسين، تذكر 10 و11، الجمعة والسبت معاكسين وبيعرضوك لهفوات أو لخصومة شديدة. وبالسنة وهلأ بتبلش تسمع أخبار، يعني توقعات اليومية عبر الآب، بعطيك بالتفاصيل شو رح يصير بهاليومين. تبرز كفاءتك بين يوم السبت 12 ويوم التنين، يوم الأحد 12 ويوم التنين 13، وبيكلل النجاح جهودك، أو بتحصل على معلومات غنية جدا جدا تدفع بأحلامك للأمام. تذكر أنه لباقتك ودبلوماسيتك عزيزي القوس بيلعبوا دور جيد جدا بكل شيء بتقوم فيه وبالأثر يلي بتتركه على الآخرين. توقع اتصالات غنية ومهمة بهالوقت مع أنواع عديدة من الناس.